مشيت مع ماما دونك كيما وعدتكم بالوصفه تاع البيتزا جيتكم اليوم بوصفه رائعه تاع بيتزا بعجينه مميزه تجي فريمون طريه يسموها العجينه القطنيه. نبداو بمقادير بسم الله. نبداو بمقادير تاع العجين دابور. نحتاج الى مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، كاس حليب دافي، مغرفه كبيره سكر، مغرفه صغيره تاع الملح، 3 مغارف تاع الياغورت طبيعي، 3 مغارف كبار تاع زيت زيتون، 3 كيسان كبار تاع دونك 3 كيسان تاع فارينه معمرين مليح. نبداو بسم الله. دونك اول حاجه نديروها راح نديرو الحليب هنايا، حليب سخون دافي نديرو فوق مغرفه سكر كبيره، هنا نزيدو مغرفه تاع خميره، خميره الخبز لفير دو بيير، هنا نحلوها بهذاك الحليب، نحلوها مليح، فوالا. واش حندير؟ راح نغطي عليها فيلم اليمونتير، نخليها تريح لمدة 5 دقائق. إذا هنا دازو 5 دقائق هايليك، نحل عليها تشوفي بدات دير لي ديبي من الفوق نيني فقاعات بسم الله. هذه حنزيد فوقها 3 ملاعق تاع الياغورت بسم الله، يعني هي سي ليكيفالون تاع لوبو كامل، يعني كامل العلبه. نزيد لها مغرفة صغيرة تاع الملح، ثلاث مغارف تاع الزيت، زيت زيتون، وحدة، زوج، ثلاثة، نحرك كلش، رايك الخليط كيفاش يكون؟ نزيد مباشرة الفرينة تاعي بسم الله، نحرك و بانتو نزيد الكاس الاخر و نبدا نحرك باليد بسم الله، نبدا نعجنو فيها لاباط تجي طريه لداخل، تحسوها بصبعتيكم طريه، نطمو فيها بهاديك لافارين حتى
تصلكم كومبليتمون. زين هاي العجينة تاعي تعجنت تري تري بيان، راهي طرية. دونك إذا كان عندكم تقدروا تعجنوها بيد بيان سور، إذا كان عندكم أن بيتران ولا ماشينة بان سهلوا عليكم الخدمة، خليها تعجن في بلاصتكم. أنا عجنتها بيدي وكملت عجنتها بلوباتور بهادوما، يعني فريمون تسهلكم عملية العجن. شوفوا كيش تولي طرية لاباط، هاديك تولي فريمون طرية. دونك هنا واش ندير؟ حندير شويه زيت زيتون داخل ريسيبيون تاعي، نديرو في لوفون، نحط ما بات هكذا هكذا، نعطيها هي تاني شويه زيت زيتون الفوق، هايليك كيما كتشوفوها. وهنا واش نديرو؟ نغطوها في فيلم اليمونتير، نخلوها تخمرنا لمدة ساعة، نغطيها نحطها في مكان دافي. إذا كان كنتو في فصل الشتاء تقدرو تشعلو شوية على الفرن وتطفيوه وتحطوها لداخل يكون البرد. فوالا نغطوها مليح في فيلم اليمونتير، نخلوها تخمر لمدة ساعة ونولي لكم إن شاء الله. إذا هنا كي توصل ساعة تخمر مليح لاباتي دوبلي دوبل فوليوم عليك كي تكبر، كنعاود نحبطها، ندير شوية زيت في يدي بسم الله وطرابك، نعاود نحبطها، ندير شوية فارينة سو لو بلان دو ترافاي بسم الله. هاديك لاباط تاعي خضرية، أنا محاش نستعملها كامل، حنستعمل بو لانستون. نبداو بلا بيتزا، حنديركم بيتزا غولي، نرجعها بلاصتها ونحبطها بالعقل بشوية فارينة. نسي نحلها على شكل مستطيل، لاباطرية هايلة. نديرو بيان ديال لافارين سو لو بون طراي باش متلصقناش، لاباطرية بزاف. أنا حطيت الفون تاعي سخون ودرت دهنت أن بلاطو بالزيت. دونك الحشو وجدتو، الحشو اختياري، انا حندير فلفل احمر وخضر، زيتون اخضر، زيتون اسود وشويه ثوم. صلصه الطماطم تاعي درتها يعني وجدتها من قبل، هاي اللي كوريها لكم صلصه عاديه. دونك درت زيت زيتون قليت فيه شويه بصل، درت له طماطم ملحيه شويه طماطم وركازه، ملح فلفل اسود فلفل احمر، ودرت له الاعشاب دونك زيار دو بروفونس، نتوما ديروا الاعشاب اللي تحبوها. نخلو الطول باش نديروها رقيقة حتى تنفخ فيها الخميرة. هاد لابيتزا غولي نحبها بزاف في رمضان، تجي هايلة تشوفوها.
الا شتوها كبيره بزاف تقدروا تقصوا منها طبعا. هذا شكل مستطيل هنا معليش. هكا باش تجيني شابة. فوالا كيما راكم تشوفوا فيها. دونك نحط حاجه الاولى صلصه بسم الله صوص الطماط تاعنا طرا كامل البيتزا. عفوا نسيت حاجه امبورطون نسيت ما تقبش لاباط تاعي معليش نقدر نسكبوها دوكا مي جامي بوطا. فوالا كيما ندير صلصة هنا نخلي شوية باش متخرجليش من الاخر من قدام اوسي منديرش بزاف حتى الحافة. ندير شوية هنا واش حندير حنحط كامل الحشو تاعنا دابا الفلفل بسم الله ديرو شويه فلفل اخضر هنا الحشو اختياري تقدروا تزيدوا لي واش عندكم في الدار دي شامبينيون دجاج لحم واش تحبوا ولا جبن فقط. فلفل اخضر هنا الزيتون ندير الثوم نسيو نديروه على كامل الشوكاس تاعنا كامل البيتزا ماكلوش شنين بايس ما فيهمش. ندير الجبن انا حندير جبن هنايا جبن غودا تقدروا ديروا واش حبيتوا ايضا نحب الغودا يعني يذوب مليح في البيتزا. نمروها مليح نبداو ندورو كما البسكوي غولي بسم الله شوف لا باتري ندورو ونزبطو شويه علاش قلت لكم الحواف ما ديروش فيهم بزاف لا فارس باش ما تخرجناش راح نديروهم هكذا نديرو شويه زيت في يدنا اذا حبيتو الا ما شتلكمش سينو تجعدوها مليح تدخلوها للور هكذا
كيما هذا الشكل. فوالا هنا نقلبها. الا كان عندكم الوقت دخلوها في الثلاجه تجدروها مليح قبل ما تقطعوها، تنقطعها مباشره معليش، هي البريفيرونس تجدروها شويه. ها كيفاش يجي بودا، خذوا موس مادي بسم الله ونبداو نقطعوا بالعقل. نحطوها بالعقل، هاني كيفاش تجي وريها لكم. تجي هكذا، نزيدو لها زيتون في الوسط، حبة زيتون، نحطوها مباشرة في الصينية. اذا نكمل الحبات تاعي انا نوري لكم ان شاء الله. اذا ها ملي تفاجئوا في الصينية كيما تقطعتهم، ها عندك ديروا مليح زيت الحتى باش ما ينسقولكمش، الزيتونه في الوسط بيان سور. دوك نروح نطيبو نوري لكم ان شاء الله. ها لي كوكون باش طيب، بدات تنفخ في العقل، ريحه الحريق هاد كل في الكل لها طيب عقلها، نوري لكم ان شاء الله. فوالا لا بيتزا تاعنا طابت، ريحتها راهي معبقة في الدار، راهي ريحتها هايلة 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 فريمون. دونك نخيتها طابت، طابت على 180 درجة لمدة 25 دقيقة. تشوفوها طيب مليح من برا تكون دوغي، والداخل تاني لازم كاين، باسكو الداخل كاين العجينة لازم طيب. وريها لكم من قريب. انا قعدت لي لاباط، دونك زدت درت بها لداخل لي بيتزا هاملك، درت دي بيتزا بليزونشوا صغار مدورين يعني شكل اخر هاملك. نشوف الحبه كيفاش تجي بيان، تجي بيان دوغي من الدور من برا، بيان كروستيونت وطريه الداخل. ها تقدروا تزيدوا الجبن موجود من الاخر من الفوق اذا حبيتوا. دونك الكميه هذه ماشي هذه كميه فقط، مازالت لي ما حطيتهاش كامل في ما قدمتها لكمش كامل، ما قدرتش نحطها كامل في الصحن. يعني باش تعرفوا باش حدير الله يبارك 3 يعني 3 فيغ 3 كيسان داروا لنا هاد الكميه كامل، وواحد 6 حبات ل 7 زياده. فوالا دونك ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشتركوا في قناه شوات ماما فيسبوك تويتر يوتيوب. راكم صحه فطوركم ومع السلامه.